السلام عليكم، مرحبا بكم قناتكم المتواضعة نبيل ديبوان. دخلتو تستافدو كملوا الفيديو تاع الاخر، مرحبا بكم. المهم اغلبيه فيكم كيتسال اشنو كيتحط في الشفوي، اشنو ممكن يتحط فيه، وكذلك اش اللي كان كيتحط في الشفوي. هاد الاسئله غادي نجاوب عليهم ان شاء الله، ونقول لكم على حساب التجربه ديالي. لكن كتركزوش بزاف على المراحل الاخرين، تقولوا هذوك مراحل ماشي مهمه، المهم غير جاوب في الشفوي. لكن اللي جاوب في الشفوي وسقط، واشنو هما هاد المراحل الاخرين، واش اللي كيخلي الانسان انه يسقط فيهم؟ على بركة الله. من بعد كتمشي عندهم للدائره، المهم الدائره اللي قريبه ليك، كتعطيهم بيان النقاط، كذلك كتعطيهم بطاقه التعريف الوطنيه ومجموعه من الوثائق اللي كيتبتوا الهويه ديالك. حتى لهنا مزيان. من بعد ما تتاكدوا من الهويه ديالك 100% بانك السيد فلان ولد فلان ساكن بالحي، وكذلك النقاط اللي صيفطت لهم ديجا كينطبقوا مع النقاط الاصليين. المهم هذه مرحله باش انهم يتاكدوا من الهويه ديالك. كيعطوك واحد الاستدعاء، هذيك الاستدعاء فيها انك غيدوز في المعهد ديال الشرطه اللي كاين في القطره، وكذلك كيقول لك جيب مجموعه من الاشياء معاك، من بينها بدله ديال الرياضه، علاش؟ حيت غتجري، وكذلك مجموعه من الاشياء. المهم كما كيعرفوا كل ان الشرطه خاص تكون منضبط، بين الصفات ديال الشرطي انه خاص يكون منضبط، يعني ملي كتمشي تدوز راه بحال اللي وليتي شرطي، خاص تكون منضبط. الوقت هو الوقت، يعني قال لك خاص تكون في القيطرة من هنا 4 ايام مع 8 الصباح، يعني 8 الصباح خاص تكون في القيطرة من بعد 4 ايام. من بعد ملي كتمشي كتكون كيكون معاك واحد الدوسي، كذلك فيه بطاقة تعريف وطنية ومجموعة من المسائل باش يتأكدوا كذلك من الهوية ديالك، حيت ما كيعرفوك ما كتعرفهم دوك هذوك من الوثائق باش يتأكدوا من الهوية ديالك. من بعد كيدخلوا كيدوك واحد الصالة كبيرة، كتكون الطبيلة ديالك، كذلك الستيلو ديالك، وواحد الورقة كيعطوها لك. اشنو تيكون في ديك الورقة؟ هذيك الورقة يكون فيها الاسم، النسب، وكذلك شحال ديال الخالة عندك، شحال ديال عمك، شنو كيديرو الآباء ديالك، شنو كيديرو، شنو المهنة ديالهم. وكيسولوك كذلك أسئلة شخصية، لأن كما كنقولو ملي كتدخل المعهد ديال الشرطة، ملي كدوز الكونكور ديال الشرطة، تيكونوا شي اسئله اللي كيخصوك انت. علاش؟ لان كما كنعرفوا الشرطه راه امن، يعني كتولي انت هو امن ديال البلاد، يعني خاص يعرفوك 100%، بينهم واش كتكني، واش كتسكر، واش كدا، واش كدا، واش كتعطى المخدرات، واش مريض، واش فاتح، واش المهم اسئله خاصه 100%. دونك حاول تجاوب عليهم بمصداقيه. علاش؟ راه هنايا من بين الاشياء اللي كيخلي الواحد يسقط. علاش؟ كيكذب، ممكن يكون تيكمي ولا ما كان كميش، ولكن راكم عارفين حنا في بلاد لو يعرف عليك اي حاجه راه يعرف عليك اي حاجه، يعني بلا ما تكذب. داك الشيء اللي كاين قول لي واش فاتح، فاتح، واش ما كتشوفش مزيان، ما كنشوفش مزيان. دوك داك المسائل خاص ما تكذبش فيهم، لانه من بعد كيجي لونكيت ولقاو غير حاجه وحده ما كايناش، دونك كذبتي، دونك انت اصلا كذاب، يعني ما تصلحش. دونك الواحد خاص يكون صادق 100%. المهم ملي كتسالي هذه المرحله كتمشيو كترتاحوا شي شويه، عاد كيدخلوا لاول حاجه هما كيعبروا لك الطول، يعني خاص الطول. انا نوصيكم من دابا، يعني الطول بالاولويات، يعني خاص داكشي اللي قالوا الكونكور هو اللي خاص يكون فيك ولا اكثر، يعني الا كنتي ناقص راك ناقص، دونك ما عرفين تمشي، خاص الطول يكون الطول اللي باغي. ثاني حاجه كدوز عند الطبيب ديال العينين. بالنسبه للطبيب ديال العينين خاص تكون كما كنقولوا خاص، المهم ما تكونش دير نظر، بهذا المعنى. دونك خاص تكون كتشوف مزيان، خاص تكون على الاقل كتجيب المويه، واخا تكون انت دير نظر على الاقل تجيب المويه. غالبا المويه على ما اظن 8، ولكن من الاحسن تكون كتشوف مزيان 10 على 10، بلا نظر، بلا لي لونتي ولا والو. كاين بزاف اللي كيديروهم، ولكن راه كيفيريفيو معاك، يقلبوا لك عينيك مزيان، يعني درتيهم راه مباشره تما حاله غش، وغيدوك للدائره، يعني غير بلا ما تحاول تغش، البوليس ما معاش اللعب. عاد كتجي المرحله الاخرى ديال السنان، خاص السنان يكونوا مقادين، ما عوجيش، ما مسوسيش، المهم ما يكونش محيدين، المهم السنان ديالك خاص يكون نقيين، بهذا المعنى. عاد المرحله الاخرى كتجي المرحله ديال السمع، خاص تكون كتسمع مزيان، الا كان كذلك السمع ناقص راه ما صالحش، يعني راه كما كنقولوا للشرطه راه الامن ديال البلاد، يعني انه الا كنتي تابع شي شفار وقال لك غير واحد خدام معاه قال لك دور ليه من اليوم ما سمعتيش، يعني الشفار غادي يهرب، يعني علاش انت غادي دوز اصلا للبوليس؟ المهم خاص تكون كتسمع مزيان. عاد كتجي للمرحله الاخرى
ديال الطبيب المهم كيقلب لك المسائل ديالك، هذه مرحلة عادية باش تأكدوا راك عارف خاص تكون الصحة ديالك مزيان. عاد كتجي المرحلة ديال كذلك يعبروا لك الضغط ودقات القلب ديالك، دونك هادو مرحلة مراحل خاصين الطبيب. المهم انت وزارك خاص تكون اون فورم. وكذلك واحد الإشارة بغيت نقول لكم بين قوسين خاطر نقول عليكم، هذيك المرحلة اللي قلت لكم تيقول لكم خاصك تجيب مجموعة من الوثائق، راه ديجا كتمشي كدوز على الطبيب، يعني خاص داك الطبيب اللي غتمشي عنده غير لما تدور معاه باش انه يزور لك دوك الوثائق بانك راك في حاله صحيه، ولا يزور لك الدم ولا شي حاجه اللي بلا دقات ديال القلب ديالك راه مزيان. علاش؟ راه حيت كل شيء عندهم تما، كاع داك الشيء كامل دوك المراحل اللي غدوز كديهم الوثائق باش انهم يتاكدوا. ولكن الا لقاو عاوتاني غشيتي في هادشي دونك ماشي تكون فيك الثقه وتمشي عند الطبيب وتقول ليه هاكا تعامل معايا وكذا ودي لهم ديك الوثائق ومن بعد لقاوك راك فيك الثقه ولا مريض السكر ولا يسر ولا شي حاجه بحال هكا، دونك غادي تلغى في البلاصه وتعاقب وتعاقب انت والطبيب، دونك بجوجكم راه بحيج. من بعد كتجي المرحله الاخرى هي انك تسالي من عند الاطباء، كتجي مرحله اخرى اللي كيتسناها كلشي هي مرحله الشفوي. قبل ما تدخل الشفوي كيعطيك واحد الورقه انت وزارك، مجموعه من الاوراق كتهز ورقه انت وزارك كيكون فيها سؤال، كتحل كتقرا السؤال وكتكتب. غالبا تيكون موضوع عندك تهضر على شي حاجه، غالبا شي حدث وقع مثلا بحال كورونا مثلا في 4 سطور ولا 5 سطور، اشنو انتبهت كذا وداك الشيء كامل. دونك اليوم بحال قلتي كتعطي تعريف ديال كورونا انتبهت اشنو هما الاسباب، لكن عندك احصائيات راه مزيان دونك كون ما قريتي مزيان كون تيكون عندك كذلك حضور باش انك تنجح. ممكن تسال المرحله كتعطيهم لك ورقه، وهنا المرحله كيعيطوا على سميتك، فالمرحله كيعيطوا على سميتك كتدخل كتكون قدام الجنة، ممكن يكون 4 5 6 كل واحد وشنو قرات ديالو، وكيبداو عليك بالأسئلة دونك حاجة عادية شفوي خاصك تجاوب. ممكن هاد الأسئلة تيقول لك مثلا المؤتمر ديال فلان انت كان، غالبا كيسولو على المؤتمرات والتواريخ، المؤتمرات والتواريخ هادو من بين الأسئلة اللي كيتسولو عليهم بزاف، وما يكون على يقين ماشي التخصص ديالك مثلا كانت ليكونومي ولا الضربة غيسولك غير في ليكونومي ولا في الدروا، دونك خاصك تكون كما كنقولوا قاري الثقافة العامة بصفة عامة، واخا تكون قاري ليكونومي تقرا حتى الضربة حيت تكون على يقين انهم غير ممكن يسولوك اي سؤال. دونك النصيحة اللي غنعطيكم هي خاص تقراو ثقافة عامة وتكون منفتح على لي برونش الاخرين بهذا المعنى، حيت ما يمكنش يعطوك في التخصص ديالك. وعاد كذلك ملي كيشوفوك راك عيتي ما كتعرفش الاجوبه كيساعدوك بالاختيارات باش انهم يتعاونوا معك على الاقل دوز المراحل الاخرى. ولكن لما كنتيش الا كنتي ما كتجاوب ما ولا كتشوف فيهم وكان فيك كذلك راه مخلوع وعادي راك بحال العائله ديالك كيستقبلوك بابتسامه، دونك الواحد ما خاصش يتخلع، ما خاصش يبين لهم انه خايف، ما خاصش يحضر عينيه. المهم هذوك المراحل خاص يتفاداهم، خاص يشوف فيهم كاملين، يحاول يجاوب حتى الا ما جاوبش غيعطيو الاختيارات. وما يعطيش مثلا يقول لهم مثلا مؤتمر شي مؤتمر من المؤتمر كاين في 98 يعطيو اختيارات ويقول لهم 1956 دونك تيبين انه ما تيقرا والو، يعني على الاقل تكون قريب داك التاريخ اللي بغاو مزيان. وهنا كتسلم الحال الشفوي كتمشيو لواحد الساحه كيجي عندكم السيد خدام معاهم كيهز واحد ليست كيعيط على الناس اللي غادي يدوزو سبور. هنا كتعرف راسك واش دوك المراحل اللي قبل واش دوزتيهم مزيان ولا لا، يعني انا ماشي غير شفوي كاين دوك المراحل اللي عاودت لكم دابا. هنا كيهز الورقه كيعيط فلان 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 فلان، هادوك الناس اون فوا كيمشيو كيجي عندكم واحد السيد اخر تيقول لكم الاسم مثلا ديال عادل مثلا، يقول لك راه ما نجحتيش في الشفوي مشى عادل. الاخر تيقول ليه راه ما نجحتيش في الشوف، الاخر راك ما نجحتيش في الطول، الاخر راه عندك دقات القلب في شكل زعما ماشي طبيعيين، الاخر كيقول لي عاوتاني الطبيب اللي قلبك الداخل تيقول لي راه ما نجحش. دونك هنايا تيبداو الاقصاء باش ان الناس اللي نجحوا غيمشيو لجو السبور والناس اللي ما نجحوش. اشنو بغيت نوصل لكم ان غير الشفوي راه ماشي مهم، يعني دوك المراحل الاخرين حتى هما راه مهم اقصائيين. وهنا الناس اللي نجحوا راه غادي يمشيو يدوزو السبور خاص واحد المده كيكون تقريبا كيلومتر ونص، خاص دوزها مثلا في تقريبا 6 دقائق ولا 5 دقائق، المهم على حسب كل عام شنو تيقولوا. دونك خاص تجيبها، وكل ما كان كل ما كنتي سريع باش انك تحطم داك كما كنقولوا داك الوقت اللي هما قالوا راه كيكون عندك حظوظ اكثر باش انك تنجح.
بحال مثلا واحد تقريبا ضرب على الدولار درهم في 5 دقائق، ماشي هو واحد درهم 3 دقائق، دونك تكون عندك حظوظ باش انك تنجح. وكذلك النصيحة الاغلبية فيهم ممكن يسقط فيها هي انه في مرحلة السبور ما تحاولش تشوف الناس تجرب، تقول انا خاص نجري راه ما غاديش. حاول تكون ديجا كتريني ديجا مدرب باش ان السفل تقسموا عليك الدوائر اللي بغاو تما باش تجي من الاوائل، سانو غادي تجري تشوف الناس كيتجروا وتجري انت تضرب له الثانيه غادي ما تقدرش تكمل، غادي تخرج اوتوماتيك. ويعني حتى داك الوقت اللي بغاو ما غاديش تقدر تكمله، يعني ممكن تقصى غير هكاك، يعني خاص تكون مرزان بشويه عليك. وهنا كنساليو النهار الاول ولا غد ليه كيعطيو لك البسيكو، دونك هادوك اسئله نفسيين، دونك على حساب كل واحد النفسيه ديالو، اسئله كيبان لك بساط، الا فكرتي بزاف غتجيبها في راسك، فكرتي شويه غتجيبها في راسك، دونك خاصك تفكري بعقلانيه. مثلا بين الاسئله تيقول لك مثلا كنتي حارس امن مثلا وعطاك واحد المنطقه تحرسها وجاب لك مثلا جبتي جوج كواش معاك، واحد كاشه مثقوبه واحد كاشه مغطيه، اشنو غتفرش واشنو باش غتغطى؟ انت تكون صادق تقول لهم غنفرش المثقوبه وغنتغطى باللي مقده، ولكن انت واش صيفطوك باش تعس ولا صيفطوك باش باش اختار الكواش؟ دونك خاص يكون واحد شويه يفهم اشنو بغاو ويكون راضي وكذلك يفكر بعقلانيه باش تنجح في مرحله ديال البسيكوم. المهم هادو من بين المراحل ديال الشرطه والمراحل الاساسيه كذلك اللي تاكد عليها ديال الشرطه اللي كيخليو الفرق ما بين واحد وواحد انه ينجح ويسقط، دونك ماشي غير الشفوي بوحدو. وهادو هما المراحل كاملين، وبالتوفيق للجميع، وما تنساوش لايك وابوني للفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم.